عيني يا مطرق يا شجع عيني يا مطرق يا شجع عيني يا مطرق يا شجع عيني يا مطرق عيني يا مطرق بعدوا عني صوت لا وعيني يا مطرق يا شجع عيني يا مطرق عيني يا مطرق يا شجع عيني يا مطرق وش تدير بوك تضيع الصدر غزير قولوا لي وش تدير بوك تضيع الصدر غزير خلى العقل تفاتير ما كبرت نار غير معاي عيني يا مطرق يا شجع عيني يا مطرق عيني يا مطرق عيني يا مطرق يا شجع عيني يا مطرق عيني من تخبيب بعدوا عني جدي الريم نا عيني من تخبيب بعدوا عني جدي الريم ناوي الايام نسيم فطر لي غمزة مشكاي عيني يا مطرق يا شجع عيني يا مطرق يا شجع عيني يا مطرق عيني يا مطرق يا شجع عيني يا مطرق يا شجع عيني يا مطرق يا شجع عيني عيني يا مطرق بعدوا عني زول ملاك وعيني يا مطرق يا شجع عيني يا مطرق ويحسبونا طحنا ويحسبونا طحنا ما زلنا فوق انطرحنا يحسبونا طحنا قالوا طحنا وطحنا للي راجي فيها للي راجي فيها وللي راجي فيها تحتنا ما يحلم فيها للي راجي فيها قولوا طحنا وطحنا لنا فوق امطرحنا يحسبوها مالت بينا يحسبوها مالت يحسبوها مالت ما يوم بينا ما زالت يحسبوها مالت قولوا يحسبونا طحنا يحسبونا طحنا يحسبونا طحنا يحسبونا طحنا
طحنا ويحسبونا طحنا يحسبونا طحنا ما زلنا فوق انطرحنا يحسبونا طحنا كوكتيل ليبي في عرض الهربة إن شاء الله ما تهربش علينا تقعد لنا في تونس مجهول أما في ليبيا معناها أنت تعرف الناس كل تعرف كاريري في ليبيا كبير برشا الحمد لله معناها ابتداء من وليد تلاوي الله يقدرني على لسانك اللي أسمى سليم السوكني كل معناها الإنتاجات نتاعي كل معناها معاهم طبعا دونك الحاجة اللي ما عملتهاش في الهربة أني غنيت ليبيا وغنيهم تونس اللي غناها عينيا مطراي غناها شمس الدين باشا ونجحت له بالقدا وغنيت يحسبونا طحنا غنيتها المرحومه فايزه المحرسي ومن ثم حبيت نعمل لها اوماج اختي الغاليه خاطر تعرف علاقتي باش هي فايزه دونك الله يرحمها وينعمها وفما برشا غنيات اخرين احنا عملنا اختزال في غنيتين فما برشا غنيات محمد أخرين. حسن خاصه بون محمد حسن في معناها كبير في ليبيا بالطبيعه بالطبيعه ما سلم عليك العقل ويقول نحكيو على حاجه الشعبيه مواصلين مع نعمان في العرض نتاعه ولكن قبل هذه قلت برشا كوارجيين قلتهم انا نتذكر وانا صغير ان رفيق تقلد طارق ذياب بسرعه بديهه معلوم على الاخر بديهه ذياب طيب والله يقلد طارق ذياب لكن خليني توا باش نعطيك كوارجي في البال كوارجي في البال وباش نعطيك شكون تنجم تقلدهم توا لطفي بندقه كوارجي في البال يلا عادل السليمي تصديق العادل تصديق عادل يلا عادل كيفاش تقلد قلت هابي شابي معاه اعطينا علينا وخلينا نتوهاب ونحبنا قلت هابي شابي معنا وهو معاه قلت هابي وقلت هابي وشابي معنا هذا بعد ما مركبوته عاد من اروع ما يقول الحكم نجي جويني يقول نخاف منه سقيه يضربه في بعضه نعطيه بلانتي يبدا يعس عليه وتظلم رانا النادي الافريقي وعمل معناها مقابلات ممتازه وممتازه جدا على كلمه قالها في الدربي قال انتم رجال اليوم انتم اللي كذا لا المدير انا حاطه وقت لي من اكثر الاغلاط اللي ارتكبتها هيئه يوسف العلمي الله يسامحهم كي اقصوا برافو اللي بعد طارق ذياب نتاعك كنا ما يثيقنيش طارق ما يثيقكش اصحاب من الاول خاطر كي كنت تقلد فيه اي كيما من الاول وعندك الكلمه يعاودها الحقيقه نتاع معلوم تذكرها معناها هذول باتي لعبناهم وكل شيء وحقيقه نتاع عبي معلوم خاطر احنا وقت كوانا وقت نهاتا وكل شيء والحقيقه نتاع عبي ومعلوم والحقيقه نتاع عبي ومعلوم تحيه ليه ولا معناها وصل وزير الرياضه وفي البين معناها منورنا معناها منورنا بالطبيعه جدا في التحدي طارق ذياب انجبت الكره في التحدي ويعرف حدوده لا مشايراني لهم يحزنون قعد في التحليل فما شد وزير يحلل الحرب يلا نمشي واللي بعد زبير بايا صعيب ابني عنده كلمه ديما يقولها عرفت خاطر احنا اي وقت لعبت عرفت كي لعبني خاطر وقت يوم نهارتها عرفت خاطر عرفت انت عرفت انا عرفت ونقعد في عرفت انت عرفت نعمان روبين صفين عرفت صاحب الصاد ما عرفت عوني عرفت الجميله الخطيره عرفت وعبد الرزاق كيف شيب عرفت عبد الرزاق شهرين ما تكلموش كلموا عبد قول له زوجة خلينا نتفرج فيها مني كنت باش نكلم امان باش نسالك سؤال خطير مرحوم كي توفى ما عادش يطل عليكم كي مات فرد مره ما هيش بنتك برافو لطفين